الموعد الثاني إلى رمضان الآخر. نعم، معنا اتصال أبو عمر من حفر الباطن. نعم أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، نشهد الله على حبك يا شيخنا. حياك الله. أبو عمر، شيخنا سؤالنا تفضل. هل يجوز الغيبة والتحذير من بعض بأنهم أصحاب هوى وأصحاب بدعة والإتيان ببعض مقاطع الفيديو عن العلماء ويقولون قال العالم فلان يحذر من الداعية فلان وغيره ويقولون بأنه صاحب بدعة وصاحب هوى، وهل يجوز نشر مثل هذه المقاطع والتشهير فيهم أم يجب مناصحتهم وإرشادهم بالتي هي أحسن؟ شكرا يا أبو عمر، تفضل. هذا الذي ذكرته في آخر كلامك هو الواجب، المناصحة وبيان بيان أخطائهم لهم لعلهم يتراجعون عنها، ونقل ما قيل فيهم من أجل أن يستدركوه، هذا من النصيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصحونه. وأما الكلام في الناس والتجريح الناس والغيبة، هذا لا يجوز غيبة الناس، ولا يترتب عليه مصلحة، بل يترتب عليه الإثارة وإلقاء البغضة بين الناس، ولا يترتب عليه مصلحة. فلا تشتغلوا بهذا بالكلام في الناس ولا في الدعاة، وإن أخطأوا إن قدرتم تبينون لهم وتنصحونهم فهذا واجب، وإلا فاسكتوا عنهم واحفظوا ألسنتكم. نعم.